الآن بعد الظروف اللي مرينا فيها بالنسبة للناحية المالية، طبعا طلبنا من الأشقاء شبكة أمان، وإن شاء الله إن شاء الله يعني لا نعلق كتير أمل، لكن إن شاء الله بصير شيء. يا طلبنا 100 مليون دولار الشهر شبكة أمان، ونرد الدين دين فرضة حسنة، يعني أعطونا نعطيكم ونرجع لكم الفلوس، خاصة أن إسرائيل عم يعني الفلوس اللي أخذتها من عنا بالأخير بترجعها، بترجعها بطريقتنا مش بطريقتكم، وبس ترجع الفلوس نعطيكم الدين. حتى دين ما إجانا اليوم، لكن علينا أن نتحمل وأن نصبر. في بث مباشر حبيبي.